نلقي مزيدا من الضوء على أداء البورصات العربية مع ضيفي الذي ينضم إلينا مباشرة عبر زوم، الأستاذ إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية. مساء الخير أستاذ إيهاب، وبداية لنلقي نظرة على أداء البورصات الإماراتية، بورصة دبي وأبو ظبي. طبعا يعني إذا تحدثنا عن السيولة المتداولة للمستثمرين الخليجيين في الأسواق الإماراتية فقط تجاوزت 9 مليارات و700 مليون درهم بيعا وشراء منذ بداية 2020 وحتى الآن، ماذا تقول لنا هذه الأرقام؟ أهلا بك يا أستاذة ديما وأهلا بمشاهدينا الكرام. إحنا النهاردة بنتكلم في أسبوع يعتبر مميز جدا في السوق الإماراتي. السوق الاماراتي لاول مره في تاريخه يصل حاجز الصرف المالي السوقي ل تريليون درهم. احنا الاسبوع ده مع الارتفاعات القويه اللي حصلت خلال الجلسات اللي فاتت خلال الاسبوع ده والجلسات خلال الاسبوع اللي فات، يعني تقريبا حوالي 7 أو 8 جلسات متواليه من الارباح بشكل يعني كامل بين السوقين، لقينا ان احنا عندنا تقريبا في السوق ابو ظبي المالي وصلنا تقريبا لمستوى 700 مليار درهم، وسوق دبي المالي حوالي 300 مليار درهم. فبالتالي السوق الاماراتي في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي، ومع عوده نقدر نقول النشاط الاقتصادي للمرحله اللي ما كانت قبل كورونا وبدايه التعافي الواضح وفتح الاجواء الاماراتيه قدام السياحه سواء الاجنبيه او العربيه، فبنلاقي ان احنا في عندنا تدفق استثماري من الخليجيين، في تدفق استثماري من العرب نحو الاسواق الاماراتيه. احنا الاسواق الاماراتيه شهدت في النص الاول من 2020 تعافي كويس، شهدت البنوك الاماراتيه بالذات نوع من انواع القوه والمتانه اثبتتها حتى خلال جائحه كورونا. احنا بنشوف النهارده الاسواق الاماراتيه والبنوك الكبيره في الامارات بتحاول تتوسع في الاسواق الخارجيه، يعني على سبيل المثال للحصر احنا عندنا الامارات دبي الوطني النهارده بيتفاوض مع بنك بلوم عشان يستحوذ على وحده بلوم الموجوده في مصر. احنا شفنا من فتره وفي كلام ان عوده المفاوضات مره اخرى بين ابو ظبي الاول اللي هو فاد ان هو يدخل وياخد وحده بنك عوده في مصر. فاحنا قوه الاسهم الاماراتيه وقوة القطاع البنكي في الإمارات انعكس بشكل كبير على أداء الأسواق، وبالتالي إدى ثقة كبيرة جدا للمستثمرين خاصة من الخليجة، وخصوصا إن في نوع من أنواع الغموض شوية ناحية أسواق النفط، وهل أسواق النفط ستتعافى بسهولة أو بصعوبة، خصوصا إن إحنا داخلين على فصل الشتاء اللي هو بيعتبر أحسن فصل في الطلب على النفط، هل ستتعافى الأسواق ويرجع النفط لمستوياته؟ لان احنا زي ما شفنا ان النفط خلال الربع الاول والربع الثاني من 2020 كان في مفاجات كبيره جدا في اسواق النفط، وصل في بعض الاوقات منها او في احدى الجلسات الى النفط الامريكي الى مستوى الماينس، وصلنا لمستوى ماينس 37 دولار للبرميل، ودي كانت احدى المفاجات التي اعتقد انها لن تتكرر لا في الزمن القريب ولا في الزمن البعيد. طيب إذا تحدثنا أو وصلنا الحديث عن الأسواق الإماراتية وبالتحديد بنك الإمارات دبي الوطني، هذا السهم في المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل أضيف هذا السهم مقابل استبعاد شركات مثل إشراق للاستثمار ودي أكس بي انترتينمنت. لنتحدث عن الأسباب التي أدت لدخول هذا السهم وأيضا استبعاد الشركتين الأخرين. احنا عارفين طبعا ان الفوكسي بتعمل مراجعتين كل سنة، مراجعة سنوية بتتم في الأيام اللي احنا موجودين فيها ولسه معلن عنها من حاجات بسيطة. المراجعة دي أثبتت ان النهارده ان احنا عندنا في الاسواق الاماراتيه بعض الشركات اللي حصل فيها ضعف في الاداء، يعني احنا الاستبعاد او الانضمام بيتم على مجموعه من الاسس من ضمنها التداولات وحجم التداولات والارباح، يعني لسه طويله مش هينفع ان احنا نشرحها دلوقتي، بس احنا بنقول ان النتيجه الاخيره في المراجعه دي كانت انضمام الامارات دبي الوطني وخروج اشراق وخروج دبي
دي اس بي من المؤشر الشركات الكبيره وانضمامها الى مؤشر الشركات الصغيره. في نفس الوقت في استبعاد كمان لبعض الشركات خارج المؤشر الشركات الصغيره زي املاك وزي الواحه. نعم. الاشتراك او دخول السهم ده في ضمن المؤشر فوتسي للاسهم الكبيره او الشركات الكبيره نعم بيدعم حاجه كبيره جدا الا وهي الاستثمار الاجنبي. احنا شفنا الفتره اللي فاتت ان بنك الامارات دبي الوطني نسبه الاجانب اترفعت فيه واصبح مسموح للاجانب بنسبه اكبر مما كانت مسموحه قبل كده. احنا كنا بنشاهد في بعض الاوقات ان بعض المستثمرين الاجانب عشان كانوا يعملوا اوردر على بنك الامارات دبي الوطني ويحاولوا ان هم يشتروه كان ممكن يقعد بالاسبوع وبال10 ايام منتظر نعم. من الاوردر بتاعه يلاقي 100%. النهارده الكلام ده بقى مع فتح النسبه ومع دخول الاجانب بشكل كبير على السهم ودخول فوتسي اعتقد ان هيبقى في تدفق استثماري عليه. الاستاذ ايهاب رشاد نائب رئيس مجلس اداره مباشر كابيتال هولدنج، شكرا جزيلا لوجودك معنا.